اليوم الثامن اللي هو يوم الترويه. نعم نعم، ايه اللي بيحصل بقى النهارده؟ هو يوم الترويه، هو يوم الترويه تسموه يوم الترويه لان ده قديما كان الحجاج بيروحوا عشان يتزودوا بالماء للايام التاليه، لان الايام التاليه هيبقى عرفه وبعدين هيروحوا منى وكذا الى اخره. وقيل ان هو سمي بالترويه لان سيدنا ابراهيم عليه السلام تروى في ذبح ابنه. نعم. يعني هو لما جاله الامر يعني تمهل قليلا في الذبح، فحتى يعني رفع الله ذلك عن سيدنا اسماعيل. نعم. فهو الـ اليوم بيذهب الحجاج على سبيل السنيه مش على سبيل الوجوب الى منى يبيتون فيها، ثم يقفون بعرفه من اليوم التالي يوم 9. نعم، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نرجع للفرحة، ولو إن هي دي الفرحة يعني. والله فرحتهم سارت إلينا. نعم دي حقيقة. دي حقيقة، يعني فعلا الواحد حس إن قلبه كده زقطت تاني. ودي حاجة حلوة برضو، ملحظ كويس حضرتك نبهتيني إليه، إن الطباعة سراقة. طباع الناس. نعم. سراقة، بتسرق من بعض يعني. الله. عاملة زي الأسفنجة كده، زي ما الناس تتكلم في الطاقه وكده، يقول لك اللي طاقته ايجابيه بيدي للي حواليه واللي طاقته سلبيه. قديما بقى العرب قالوا الطباع سراقه. فلما تعاشر ناس كئيبه كآبتهم والعياذ بالله تسري الى البعيد. ربنا يعافينا يا رب. ولما تعاشر ناس عندها اقبال على الحياه واقبال على الـ يعني عمل الخير ونفوسهم منشرحه يسري ذلك منهم. نعم. إليك. نعم. لما تعاشر ناجحين وأصحاب همم يسري ده منهم إليك. الله. وهكذا. ولذلك يمكن كانت القصة بتاعت الرجل اللي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب وذهب إلى العالم فقال له اذهب إلى آل فلان، قرية الفلانية، فإن فيها قوما يعبدون الله، عشان حالهم يسري إليه. ياخد هو من الحال الحلو ده. طب يا مولانا دلوقتي هل فعلا الشيطان بيبقى بيحاول ينزع عنا فرحتنا في الايام الحلوه، اي ايام مفترجه وخاصه هذه الايام؟ هو احزان المؤمنين ده مقصد من المقاصد الشيطانيه، وده ذكر في القران الكريم. ايوه، لما ربنا تكلم عن النجوى قال ايه؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. يبقى الإحزان ده، حصول الحزن في قلوب الناس، ده مقصد من مقاصد الشيطان. لأن ضد الحزن السرور والفرح والحبور والكلام ده كله اللي تكلمنا عنه، ده شيء لا يعني لا يراه عدو في على عدوه ويسعد بأن ده حاصل. والعداوة بين بني آدم وبين الشيطان عداوة أزلية. نعم. لذلك هو حريص على حصول الإحزان ده. ويأتي بقى في المواسم الشريفة اللي فيها رحمات، فيؤذ الناس أذن كده يعني، يوسوس لهم كده ويشكهم بالشوكة بتاعته كده عشان إيه؟ يعكر ما بينهم. فتيجي تلاقي مثلا في مواسم الرحمات في العشرة من ذي الحج الناس تبتكر يا مدام إيمان، وكأنها تبتكر الخناق والتصادمات ابتكارا. نعم. وهم في غنى عنها. هم في غنى عنها اصلا يعني، لو فكرتي تشوفي حضرتك المواقف كده، الاسباب مفيش اسباب تستحق. او اسباب في غايه التفاهه، او اسباب ممكن التغاضي عنها، او وهكذا. في مثلا في نصف من شعبان، حيث ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الرحمات على عباده ويرحمهم كلهم الا مشرك او مشاحن. طب انت تعالوا بقى في الشحناء. وهكذا في رمضان، في المواسم الشريف، علشان يحزن الناس، يحزنهم عفوا، ويحرمهم من نوال الفرح والسرور. نعم. ويحرمهم من نوال طيب حضرتك دلوقتي